بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. الآن إن شاء الله تعالى ببركاته وإذنه وتأييده نقارب بعض آيات من سورة النحل لزبائن. نبدأ بالآية اللي قال فيها مولانا هي 103 هنا ولقد نعلم نصبه ولقد هنا يعني العلم سابق هذا الإخبار ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار قريش ماذا يقولون فيما بينهم أهل بوتان وشهادة زور وأهل عدوان وأنا وبرا هذا قريش وما أدرك قالوا أحنا قرش نأكل ولا نأكل أكلتكم الحروب وبدأت وقتها في تحجيمكم تقزيمكم بدر الكبرى أشكون كان منتصر نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام على قلة عددهم وعدتهم والملائكة بعد ذلك ظهيرا معينا الملائكة يعاونوا في قيادة النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناد الصحابة الكرام أهل الرضوان والسبقية هم اللي سبقونا الرعيل الأول مش حاجة بسيطة باش تفهموا منهم صناديد الإسلام منذ أن التحقوا برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنهم يقولون قلنا باطلا ما مش قالوا حق قرشين بنو أمية وابن عباس وباب باب باب يعني أعداء الإسلام وبرشا من إخواننا يقول رضي الله عنه شكونهم رضي الله عنه شكون الكرب اللي التهوه على دين الرب تقول معاوية رضي الله عنه ويقول ويعاود يقول يا أخواننا يا أخواتنا فيكم مشكدة ما لا تذكر الناس هو كان صعب فتنة وكرر فتنة في وجه سيدنا علي كرم الله وجهه كرمه هذا الوجه الكريم لم يسجد أبدا لأصنام المشركين ورجل منذ نعومة أطفاله تربى على يد نبينا عليه الصلاة والسلام كيفاش تحبوا يكون كان بطل الأبطال من الأبطال الكبار وبنو أمية عندهم حقد ضد اللي صالوا جال في ضد مصالحهم اللي هي غير شرعية وضد أعوانهم من بني صهيون على كيفاش فتح وفتح وأرانا الله قوة في إيمانه وقوة في جهاده بنو أمية يلزم يبرز منهم قائد فاسد ويقول أنا مسلم يا ودي لا أنت مسلم ولا أبوك ولا أمك يا معاوية اللي شهرت بلك ذكي وخبيث وإذا كان اللي حولك جبدوا الشعر أنت ترخ وإذا كان رخ وأنت تجذب يعني شو ما أنا أنت تقصد قصد خبيث يزم دائما عندي قوة كل من حولي فهموا مني وقت اللي رخيت أراني قبلت أراءكم وقبلتكم وإذا كان جبت أراني كما تقول أنت مسيطر عليكم ونخليكم ورايا سند لي وا النوايا الخبيثة عند بني أمية وخاصة المخلوق هذايا اللي أمه أكلت بعض من كبد سيدنا حمزة علي رضوان الله ما لا يخيزها أمه من أصلك وبدل الكلام أني أنا من صحابة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام تيليش قاعد تعمل في الميدان أشبيك شلبت خرب الكل حطيتهم جنود لك والأموال اللي عند تحصوا فيها في حروبكم ضد
من لم يدخل الإسلام تبدأوا هيا أنت عندك قفيز، أنت عندك 1000 دينار، المفيد وصل حرز اللي تراه مقال بشقة العلي كرم الله وجهه، ووعدوا النصف في بداية الطريق ونصف الآخر حين يتم مشروعه الخبيث. نعود إن شاء الرحمن والعود إليه دائما فيه خيرات خيرات خيرات، والسلام على أمة الخيرات. وهي أمة ذكرها المولانا بالخيرية، كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. صدق الله العظيم.